رئاسة الحكومة لشديد الأسف أن الشيعة اختاروا رئاسة مجلس الوزراء وهي أضعف وأوهن المناصب في البناء الدستوري للدولة العراقية. أعلى منصب هو رئيس البرلمان، ثم يأتي بعده الوزير والنائب. النائب والوزير أعلى المناصب هم هؤلاء، بدليل أن الوزير ورئيس البرلمان ينتخبون بالأغلبية المطلقة، أما رئيس المجلس الوزراء بالكتلة الأكثر عدداً.